رح نحتاج لعشر حبات كرواسون، رح نحتاج لكوبين زعتر أخضر ومغلف من خلطة البشاميل من كنور، وثلاثة كوب حليب، كوب كريمة، رشة جوزة الطيب، ملح وفلفل، وكوب من جبنة شيدر، وكوب من جبنة الموتزاريلا. أوكي. رح ضلها تظهر بأسفل الشاشة مقادير للي عادة ما بيلحق. هلا أول شيء بدي أحط البشاميل على النار حتى يبدأ يتكاثف، عبين ما نعمل باقي الأكلة. رح نستخدم شو اسمه خلطة البشاميل الجاهزة من كنور. أنا هون حاطة 3 أكواب حليب بالطنجرة. أوكي. ورح أضيف لهم كوب كريمة. أنا هيك معياري دائما بالبشاميل، 3 كوب حليب مع كوب كريمة، ما بحط حليب لحاله، كتير بيطلع أطيب. أوكي. هاي بالضبط هيك. ثلاثة بواحد. وهلأ بدنا نحط، هلأ لساتنا على البارد زي ما احنا ملاحظين عشان ما يكبتل الصوص اللي هو البودرة، يعني ما تكبتل معنا، لازم نخلطها على البارد بعدين نرفعها على النار. تمام. طبعا نجيب خفاقة بدنا نخفق، ورح أضيف لها من هلأ رشة جوزة الطيب، كتير كتير بتنكه الكراميل البشاميل، وشوية فلفل أسود، ومع إنها فيها ملح بس نقطة صغيرة من الملح. طيب دي ما عادة الجوزة الطيب للجاج ولا للحمة أكتر بيلبق؟ هي بتزبط وايت صوص أكتر، ما بتفرق يعني أكلات دجاج أو لحمة، أي إشي فيه بشاميل تلبق له جوزة الطيب. هلأ بتخيل مع اللحوم أسكى من الدجاج، بس أنا بحطها في أي شيء فيه وايت صوص. هلأ خلينا نخفق دهنا كتير منيح، هاي النار مشعلة عليه، هو بارد هيك؟ على البارد، لأنه إذا حطيت البودرة وهو سخن بكبتل. في ناس بيدوبوا بشوية من الكمية على البارد وبعدين بحطوا على الحليب المغلي بيصير، بس إحنا معنا وقت فقلت خليني أحطه من الأول. تمام. بدي أتشكر كمان مرة صديقتي روان الخطيب، شكرا على الوصفة اللي بتجنن، وبليز جربوها يعني انبسطوا عليها كتير. خليني أبلش أحط. بسألوكي كيف بنعمل اللبن؟ سناء عملت الأسبوع الماضي، موجود على موقع رؤية. مش سناء عملت لبن؟ كنتي معها؟ هلا بنذكر بموقع رؤية. هلا الكواسون دعنا طبعا سادة، مش زعتر ولا جبنة، لأنه إحنا رح نحط عليه كتير شغلات، فإحنا بس بدنا نقسمه بهاي الطريقة. خلينا بس أحرك البشاميل شوي. تخلينا نخفف عليه شوي الحرارة. البخاري عملناه؟ عملته، موجود برضه. سميرة عملنا البخاري، هلا هي موقع رؤيا .tv بتلاقوا عليه كل الوصفات. يعني كتير سهل، بيكون قدامكم مقادير، وكمان طبعا خلال الحلقة طريقة التحضير. دانا سلميلي عديمة كتير، الله يسعدها. هاي من أم همام الرمحي. حبيبتي أم همام، الله يسعدك يا أم همام. امتى رح تروحي على العقبة؟ والله للأسف مش رح نروح على العقبة، هتروح إجازة. والله بس أخلص شكلي بدي إجازة مرتبة. تعرفي كتير شغل، كتير كتير. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. نجد. أكيد. في سمر خصاونة شكرا. كرينة الطبخ كم ممكن تضل بالثلاجة بعد فتحها؟ مش أكتر من 10 أيام أسبوعين، في ناس بقولوا شهر. لا أكيد إذا مش مفتوحة عادي. بتقعد طبعا. ما في مشكلة. في إلها إكسبايري ديت. أحمد جمال، ديما حجاوي أسطورة الطبخ العربي. الله يسعدك، يعني مش عارفة أنا بحبش الألقاب والأشياء هاي، أسطورة الله يسعدك، كلك ذوق. أسيل نابلسي ومجنى فراح وأحمد جمال، ما بتصدقوا البشاميل مع الكريمة قدي أطيب، يعني حتى أي وصفة بشاميل عندك لازم تحطي لها شوية كريمة، كتير بتنكيها أكتر، وطبعا أكيد رشة جوزة الطيب. بهارات البطاطا اللي بيحطوها المطاعم، هي خلطة بتتكون من بابريكا، بحط شوية كمون وقرفة بس هي أكتريتها بابريكا، فعشان هيك بنلاقي لونها على حمار. بنعملها نسوي لهم إياها مرة، أنا وعدتهم بحلقة بهارات بس راحت هلأ. مع شوفي دانا كيف بلشت تتكاثف البشاميل، لازم أفرجيهم بس بديها، شايفة عشان الزوايا كلها نحاول. هاي خلصنا منها، طلعي ما أخذتنا وقت صح؟ فكل الستات اللي بخافوا يعملوا البشاميل بيقدروا يعملوه بباكيت كنور الجاهز، ولا أسهل من هيك. رح أدوقه لأنه أنا قادرة يعني أتخيل الطعم، ما أغرب وما أسكاب نفس الوقت، كتير كتير زاكي، بقول لك ما توقعت، هي إلها بعدت لي إياها أشهر.
ضلها تقولي جربيها وهيها سريعة. وحتى إيش بتقولي؟ بتقولي يعني بالعزايم الكل يعني بتكون هي ملكة السفرة يعني. فقلت بعدين عادي أجربها. عم جدتك. لما جربتها مش معقول دي زاكية. طيب هلا شوفوا البشاميل كيف سميك. خليني أشيله على جنب. طلعي كيف كثافته. هيك بنعرف إنه كثيف ما برجع بنخلط. خليني أغسل إيدي لأنه سخن. بنحطه هو ساخن. هلا بنحط الكواسون كله بنصفه بالبايركس زي ما أنا عم بعمل. بعدين بنحط الزعتر الأخضر فوقه. بعدين بنحط البشاميل وآخر شيء بنحط الأجبان. طبعا الأجبان تقدر تحطوا أنواع تانية إذا بتحبوا إذا عندكم أنواع تانية. هلا أنا عندي تحفظ على الزعتر. زاكي معه. عم بقول لك انصدمت. هلا مش بس انه اللي ما بده. لا لا دانا اساسها اساسي. اساسها 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 أوكي. الزعتر بس هي قالت لي انه كميه الزعتر بتقدري تتحكمي فيها. خلص شوفوا الكثافه كيف بدي اشيل البشاميل. يعني هي قالت لي اللي ما بحب الزعتر كتير يخففه بس بيعطيها نكهه. هي هذا الشيء. زعتر مش شيء ثاني. مش ريحه. نو 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 ابدا. طيب وعلى فكره انا كتير قليل اخذ وصفه والتزم فيها. انت هاي التزمتي فيها؟ يعني دائما بس اخذ وصفات من اي حدا الا ما ازيد وانقص فيها. فعلا عملتها زي ما قالت لي وطلعت بتجنن. حاول نكبس الكواسون شوي. هي عم بيسالوا نفس السؤال بيصير بدون زعتر؟ لا بيصير خبز حمام؟ لا خبز الحمام كتير رح يشرب البشاميل. هذا فيه عشان زبده. هذا لانه فيه زبده بضله عامل زي طبق البشاميل من فوق. ف اغربها يعني اذا ولا بد وما عندكم تقدروا عجينه الباف بيستري اذا عندكم بالفريزر ممكن تخبزوها تحطوها مربعات تخبزوها وبعدين تحطوها بهاي الطريقة. بس هو الصراحة بهذا أزكى شيء. طيب ديما عم بيسألوا عن الناتشوز عملنا. السلطة. سلطة الناتشوز عملنا سلطة التاكو وعملنا الناتشوز العادي. طيب ما أفضل الشيء ما عملنا. سلطة الناتشوز بتفرق عن الناتشوز العادي؟ هي سلطة الناتشوز يعني فيها أفوكادو. طبعا بتختلف. الناتشوز سخن بده يتدخل على الفرن مع الاجبان. طيب والسلطه بارده بس عملتهم الاثنين. ماشي. هلا دانا بعد ما حطينا الكواسون بهاي الطريقه بنضيف الزعتر وكميه الزعتر قد ما انتم بتحبوا. حلو. بسمه مروه سماحه احمد رنيم الشرفه احط شويه جبنه تحت البشاميل برضه عشان تدخل على الطبقات. وفي وفاء ريتاج قاجي صباح الخير وحنين المغربي لا حكينا الحمام ما رح ينفع ودرويش أسيل هلا بنحط البشاميل دانا نادا جيوسي رح أعملها على فكرة سهلة دانا مش معقول شو ذاكي وبين قدام الناس عاملة طبقك بقول لك هي قالت لي هيك قالت لي هي رح تاخذ ضجة والكل رح يسأل عنها فأنا يعني رديت عليها 100%. هلا بتقدر تكون خليني بس احطهم من الزوايا شوي. اروى ابو عزه شكرا. شيرين باسل بصير الكريمه نستبدلها بالقشطه؟ بصير الكريمه ممكن في ناس بيعملوا البشاميل بالقشطه بس بالكريمه أزكى شيء. هبه كيلاني بدي اسال ليش الشوكولاته البيضه لما ادوبها على حمام مائي ما بتصير سائله زي السوداء؟ لانه نسبه كريمه زبده الكاكاو اللي فيها بتختلف عن الشوكولاته العاديه. في انواع شوكولاته يعني تتذوب هي للحلويات في انواع لا تذوب فانتبهي انها تكون خصوصي للبيكنج. شايفه هلا دعنا اي انواع اجبان بنحب نحطها ممكن ان نضيفها. بدي طريقه دجاج محشي بالفريكه من بهارات كنور. عملناها؟ لا يعني بتعرف اني انا عملتها؟ والله حشيتي الجاج ياي. طب يلا قولي لي كيف عملتيها. لا مش ضروري بلاش اخدع. لا بس طلعت كثير زاكيه بس تغلبت بموضوع تنظيف الدجاج. طبعا كنتي منظفه من قبل عمرك لا كثير زاكيه عن جد. علي مش مصدق انها زاكيه. طب بتعملي لنا اياها؟ بتكوني انت منظفه بعملها. لا زاكيه نظفي الدجاج. يا سلام. طيب اوكي. لا بس زاكي اقول لك ليه جبلك يا منظف وانت بتطبقيها. تغيير عن الدجاج المحشي رز كثير زاكي عشان انا بحب كمان الفريكه. انا بحبها كثير. اذا بدكم اعملها علي احكي لي انه طبخي زاكي. شوف علي قال تحكي لها من هلا. يعني بدها هي من هلا سلف تاخذ انه اكلها زاكي وبعدين تعمل لك اياها. حنان المحتسب تضلك دافع عنها يا رامي. رامي بصفي. رامي واقف مع دانا.
عبير درويش، صباح الخير. آيات، بيصير خبز توست؟ أي أنواع خبز عادية رح تحطوها اللي هي زي التوست أو الحمام أو الفرنسي؟ شوفي الفرنسي شوي أقسى من الحمام، بس صدقيني يعني طعم تاني، لأنه الكواسون كتير فيه زبدة والبشاميل بدخل فيه وبيختلط مع الجبنة، فطعم يعني. هلأ دانا بالنسبة لقديش بتدخل على الفرن؟ مندخلها على الفرن وهي مكشفة، ما منغطيها لمدة بس 10 دقايق قبل ما تسيح الجبنة ويتماسك البشاميل. هو متماسك يعني، رح يكون عامل زي طبقة فوق الكواسون. تقريبا حرارة 180 لمدة 10 دقائق لربع ساعة. 180 10 دقائق. حلو. بيان، صباح الخير. الدجاج المحشي بالفريك كتير زاكي، أنا بأيدك بيان.